بتعمل كده بقى. في المربع أربعة اختاري أربعة أيوه جوه المربع اعملها على مرصحة كده خلاص مش مشكلة هي علمتها يلا اختاري أربعة ده تكتب اسمها اه ماشي مش مشكلة لا خلاص اختاري واحد تاني لا خلاص هي مش شايفة طب هات سيبها سيبها قولي يا حاجة عايزة فين تاني شاوري لي بس شاوري واحد من دول مرس يلا عايز مين عايزه مين لا انا مش عايزه انت قولي انت عايزه مين انا لا انت اللي عايزاه يلا يلا يا حاج شاور بصبعك شاور بصبعك وقولي شاور على الشكل اللي انت عايزاه الشكل هي مش شايفه لا انا ما اعرفش اعمل عنها هو يعمل لا ما ينفعش شوفي بصي شاوري بصي انت سيبها انت انا هقول لها بصي حاجه انت مش شايفه بصي ربيع عينك وشوفي هل عايز عايز لا اختاري اللي انت عايزاه واحد من اللي قدامك دول يلا يلا حط بس بقى شو بقى ايه في بقى بس بقى كده مش انا مش عارفه انا تايهه مش عارفه ما قبلين مش تايهه ايه في بقى عليك ما احنا متخبين لسه وكنت مش عارفه معلش اختاري يلا شاوري على اي حاجه وانا هعلم لك عليها حط صباعك على اي حاجه من دول كلهم كويسين ان شاء الله ان شاء الله كلكم كويسين باذن الله وربنا معاكم تعالي اختاري اثنين كمان اثنين كمان اه انا برضه اه شاوري على اي حاجه يلا بس يا ابويا بتوعك بس بس وحركه بتوعك بس يلا واحده كمان بركه هم كلهم حلوين كلهم كويسين كلهم يلا اختاري واحد كمان ما هو دول مختارين اختاري حد تاني حد تاني هنا ولا هنا اي حاجه طب